اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه مع احد نجوم فريق النادي الاهلي في جيل التسعينات الكابتن جمال مساعد. كابتن جمال برحب بيك اولا على شاشه قناه النادي الاهلي، فتره طويله كنت بعيد عننا بس منور النهارده شاشه قناه الاهلي. يعني انا سعيد ان اكون مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، النادي بيت الاول. طيب في البدايه كابتن جمال مساعد هو احد لاعبي خط وسط فريق النادي الاهلي، بدا مشواره في الاهلي من مدرسه الكوره عام 81، ثم تدرج في قطاع الناشئين الى ان تم تصعيده في الفريق الاول عام 87 بعد ما عاد من كاس العالم للشباب عام 87 في كندا. اول مدير فني طبعا كان موجود معاه في الفريق الاول الكابتن السايس، ثم تدرج في الفريق الاول في فترات طويله وتحديدا في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، شارك في بطولات افريقيه تحديدا كاس الكؤوس الافريقيه عام 93، تواجد بشكل اساسي في نهائي كاس مصر عام 92 بين الاهلي والزمالك، والمباراه الشهيره اللي فاز بها الاهلي ب 2-1 باهداف للكابتن ايمن شوقي والكابتن طاهر ابو زيد. فبالتالي معانا نجم كبير النهارده، شارك في العديد من المباريات الرسميه للاهلي سواء المباريات الكبيره امام الزمالك في كاس مصر او حتى النهائي الافريقي امام افريكا سبور الايفواري. كابتن جمال، مشوار كان طويل جدا ليك مع النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي، بدات في مدرسه الكوره، تدرجت في القطاع الى ان تم تصعيدك في الفريق الاول. كلمنا عن المرحله دي كلها وانت متواجد في الاهلي من عام 81 حتى 94، ثم انتقلت للاتحاد السكندري. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت بلعب في مركز شباب كده اسمه نادي ميت عقبه، وكنت بنلعب الكره اللي هي الكره اللي هي الكوله دي، الشراب اللي هي الصغيره ديت. وكان في واحد كان بيتفرج كده على الاولاد اللي هم بيلعبوا في الملعب اللي هي الاسفلت دي، فطبعا شافني وانا بلعب، انا كنت لعيب كويس قوي وانا صغير. فجي بعد ما خلصت اللعب قال لي تحب انت تروح تلعب في نادي، انت لعيب كويس وممكن تلعب في اهلي او زمالك او اي حد. فقلت له ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي يا ريت يعني. وكان الوقت ده ما كنتش انا مستوعب قوي حته اهلي وزمالك، برضو سن 10 سنين في الثمانينات كان ما كانش زي دلوقتي مدارس الكوره كتير، وان الولد وهو لسه عنده 10 سنين او 8 سنين عارف لعيبه مصر كلها، ما كناش احنا لسه. فالمهم ان انا قلت له خلاص ما فيش مشكله، قال تحب تلعب زمالك ولا اهلي؟ قلت له انا ما اعرفش اي حاجه، انا كنت ساعتها زملكاوي، انا كنت مسكر نادي الزمالك، لان نادي الزمالك كان جنب ميت عقبه، يعني لازم في ميت عقبه. فقلت له، قال لي بص انت النادي الاهلي احسن لك، يعني النادي الاهلي بيهتموا بالناشئين وده احسن لك، ولو رحت هتبقى موجود. رحت هناك النادي الاهلي، قابلت الكابتن مصطفى حسين، نزلت الاختبارات. كان وقتها هو المسؤول عن قطاع الناشئين. كان هو مسؤول عن قطاع الناشئين. نزلت الاختبار ما لمستش كوره خالص خالص، ما انا مشهور خالص. ولقيت الكابتن مصطفى حسين راح نادى، كان في واحد اسمه جمعه سرحان الله يرحمه. جمعه الله يرحمه طبعا. لقيته جالي وقال لي تعالى، كان احد الاداريين الكبار في قطاع الناشئين. طبعا جمعه. و طب انا ما لمستش حاجه، فالمهم لقيت نفسي محطوط واداني ورقه كده صغيره اخضر كده وحدد لي ميعاد ان انا اجي فيها. رحت بقى مع الفريق وتواجدت معاهم، اللي هي مدرسه الكوره دي على طول اللي هي البرام، وقعدنا نتعلم بقى اساسات الكوره، ازاي تقف في الملعب وازاي تباص وازاي تتحرك مع الموهبه اللي هي كانت موجوده عندي او عند اي لعيب. بيبقى سهل التعامل مع المدرب لما تكون انت موهوب ولعيب كوره كويس، فبتستجيب بسرعه. قعدت سنتين في مدرسه الكوره، وبعد كده في المرحله اللي هي الثانيه اللي هي بتبقى قطاع الناشئين، بتلعب بقى قطاع الناشئين، انت تلعب بقى ايه اللي هي البطولات اللي هي المناطق، وفي ثاني بطولات اللي هي بطولات الجمهوريه، يعني على حسب ايه السن. هم مثلا المنتخبات بتبقى مثلا جمهوريه، لو ما فيش منتخبات بتلعب منطقه اللي هي القاهره. كان ساعتها ما كانش لسه في منتخبات، لان السن صغير 13 سنه ما كانش في لسه منتخبات. لعبت بطوله القاهره وساعتها جبت 18 جول وانا عندي 13 سنه. وبعد كده 14 سنه برضو نفس الكلام، يعني الحمد لله كنت بجيب جول على طول في المرحله اللي هي السنيه. وبعد كده 15 سنه بدانا يبقى في منتخبات، اللي هو منتخب 17 سنه
ان هم كانوا يلموا بقى اللعيبه اللي هي يستعد بقى للتصفيات الافريقيه وكاس العالم او يبقى موجود. كان ساعتها الكابتن طه بسرة هو اللي ماسك المرحله السنيه دي, المرحله السنيه اللي هي 16 سنه, وكانوا بيعدوا بقى من 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 15 سنه لحد ما تلعب البطوله اللي هي بتبقى قبليها مثلا بسنتين, كان هو الاعداد اللي هو الافريقيا والتصفيات والكلام ده. هو اخترت من ضمن المنتخب, و قعدنا بقى نكسب اثيوبيا على السودان على لغايه لما وصلنا نلعب نهائي مع فرقه الجزائر, تعادلنا هنا 0-0, ورحنا هناك خلاص بقى كان كل الاعلام والصحافه وكل الناس بيقول لك ان المنتخب ده ايه مش هيكمل, تعادل هنا 0-0 او يتغلب هناك بواحد او اثنين اي حاجه, اه هتبقى المرحله يعني بقى صعبه بالنسبه لنا ان احنا نروح كاس عالم. الحمد لله الوقت ده كان اول ما نزلنا الجزائر جابوا الجول, وانا رحت جايب جون التعادل 1-1, وكان في لعيب اسمه محمد رمضان الدرسان راح جاب جول وكسبنا 2-1 وتاهلنا كاس العالم في كندا, لكاس عالم كاس عالم في كندا. لعبت كاس عالم في كندا, لعبنا 3 مباريات مع قطر وايطاليا وكندا. احنا طلعنا من الدور ال 16, بس انا في الوقت دوت خدت احسن لعيب في من احسن 3 لعيبه في البطوله, يعني هم كانوا بينقوا في كل ماتش احسن لعيب, انا خدت في ماتشين احسن لعيب. تمام, خدت في ماتشين, فجيت الترشيح بتاعي بعد كده خدت ايه, بقيت انا تالت واحد في العالم في البطوله نفسها, وخدت دبلومه على ان انا من احسن 3 في كاس عالم. تمام. طيب قبل ما تكمل بقى مشوارك بعد كده لما رجعت للنادي الاهلي, وساعتها في التوقيت ده عام 87 استغل انك موجود في كاس العالم للشباب, رجعت على الفريق الاول, اتمرنت مع الكابتن السايس, في تفاصيل كثيره لكن نطلع لتقرير عن الكابتن جمال مساعد ثم نعاود الحديث بعد هذا التقرير. بدأ جمال مساعد مسيرته مع كرة القدم كلاعب خط وسط في النادي الأهلي عام 1981 عندما انضم لمدرسة الكرة وقت ما كان مصطفى حسين مديرا لقطاع الناشئين بالنادي. قضى مساعد سنتين في مدرسة الكرة قبل أن ينتقل إلى الناشئين تحت قيادة شوقي عبد الشافي, وظل في الناشئين حتى عام 1989. قدم في تلك الفترة مستوى متميز, استطاع من خلاله أن ينضم للفريق الأول وقت ما كان محمود السايس مديرا فنيا للأهلي. نجح جمال مساعد في إثبات وجوده مع الأهلي وسط كوكبة من النجوم في أوائل التسعينيات, حيث زامل في الملعب كلا من هادي خشبة, طاهر أبو زيد, وليد صلاح الدين, محمد يوسف المدير الفني الحالي للأهلي, كذلك محمد عبد الجليل, محمد رمضان, علاء ميهوب. كان مساعد وقتها شابا في العشرينيات بينما كان هؤلاء النجوم في أوج تألقهم. أول مباراة رسمية خاضها جمال مع الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة في بطولة كأس الاتحاد, فاز مساعد بسبعة ألقاب مع القلعة الحمراء بواقع 5 بطولات لكأس مصر وبطولة عربية وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 93. في عام 1994 انتقل جمال مساعد إلى نادي الاتحاد السكندري ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية, حيث قدم مستوى متميز مع زعيم الثغر تحت قيادة الألماني ثيو بوكير, ونجح في تسجيل 36 هدفا مع الفريق السكندري. اهلا بحضراتكم من جديد, وتقرير فيه تفاصيل كثيره عن مشوار الكابتن جمال مساعد مع النادي الاهلي وحتى لما انتقل لزعيم الصغر نادي الاتحاد السكندري. كابتن جمال, واحنا بنتكلم في الكواليس كلمتني حتى عن مباراه نهائي كاس مصر
عام 92 اللي كانت المباراة الشهيرة 2-1 والهدف الشهير اللي جه في اللحظات الأخيرة للكابتن طاهر أبو زيد تصويبة جامدة وبعد كده أيمن شوقي كمل الكورة. كنت انت اللي هتشوط التسديده ديت؟ تمام، انا كنت ساعتها في الوقت ده كنت بشوط الفاولات وكابتن طاهر أبو زيد كان قاعد بره، كان قاعد احتياطي، ولما الفاول ده جه كان ساعتها ماسك الفريق كابتن انور سلامه، وانا ببصيت لقيت الكابتن طاهر بيغير، والكابتن انور سلامه كان منزله في الوقت دوت ان الكابتن طاهر كان بيشوط فاولات كويس قوي، كان بيجيب جوال بطريقه كويسه. تمام. وانا كنت لما اول ما شفت الكابتن طاهر نازل من على الخط استنيت شويه لغايه لما ينزل، فلما جه عند الكوره فقلت له ده مش مسخن، قال فرد قال لي ده انا هجيبها جول، فطبعا سبتها له فشاطه، وبعد كده ايمن شوقي كمل التصويبه رجعت من حسين السعيد. فدي حاجه كويسه ان انا فاكر ان انا الكلام ده من 92، يعني بقاله كتير قوي. ان انا فاكر حاجه كده لما كنا نجم زي الكابتن طاهر أبو زيد وانت عارف ان هو بيشوط فاولات كويس، انك انت ينزل ويبقى عنده احساس ان هو هيبقى الكره دي فيها جول او فيها حاجه المشكله للفرقه، دي حاجه كويسه يعني. طيب كملت بقى مشوارك مع النادي الاهلي، وبعد كده رجعت من كاس العالم للشباب تواجدت مع الكابتن السايس، لعبت بطولات افريقيه، ايه الاحداث اللي انت شفتها في التوقيت ده وانت لعبت كمان مشوار افريقي جيد مع النادي الاهلي حتى وصلت للنهائي قدام افريكا سبور؟ هو انا لما رجعت من كندا سنه 87 طبعا لقيت الاداري الكابتن عماد اليماني بيكلمني ان انت هتطلع تتمرن مع الفريق الكبير. انا طبعا كان كل طموحي ان انا العب فرقه كبيره في النادي الاهلي. طلعت اتمرنت، بقيت اطلع بقى اتمرن، انزل تاني العب مع الفرقه بتاعتي، اطلع اتمرن يحتاجوني في ماتشات وديه ممكن العب مثلا تلت ساعه ربع ساعه، مش دايم ان انا اكون ان انا طلعت واتمرنت وبقيت قاعد وبلعب واستنك على طول، لا انا كنت بطلع اعداد لان انا هم بيعدوني نفسيا ان انا وبدنيا ان انا اكون موجود والعب فرقه كبيره. تمام. طيب في التوقيت ده انا فاكر لما طلعت مش مركزك الاساسي، يعني انت لعبت هاف ديفندر لكن انت كنت من اللعيبه المهاريه اللي بتلعب في الناحيه الهجوميه. تمام. الكواليس نقل مركزك من مكان لمكان ومع ذلك لعبت وشاركت بشكل اساسي في مركز هاف ديفندر. هي انا جيت في السنه ديت اللي كابتن انور سلامه لعبني فيها ديفندر، انا كنت بلعب مع مايكل ايفر كان ماسك قبليها الفريق، وكنا ماشيين كان في نتائج مش كويس، كنا تقريبا العاشر او التاسع في الدوري، وكنت بلعب ناحيه الشمال، وكان مايكل ايفر كان جاي عاوز يبطل كل اللعيبه اللي هي الكبيره طاهر ابو زيد ورابع ياسين ومحمد، كل الناس كان عاوز يبطل اللعيبه دي كلها، فكان الوقت ده كان عاوز بقى يلعب مانا كجمال ومحمد يوسف ومشير حنفي والناس الصغيره، فكانت بالنسبه لنا احنا كلعيبه كانت مشكله انك انت تبقى بتطلع ما فيش حد تسند عليه فوق، انت لسه صغير، ما فحسن كان بتبقى عامل لنا كلاعيبه احنا في الملعب في مشاكل انك انت مش قادر تشتغل مع الشغل القوه، احنا صغيرين 18 سنه ولا 20 سنه بتبقى صعبه شويه. لما جه الكابتن انور سلامه مشي مايكل ايفر وجه الكابتن انور سلامه يتولى الفريق، انا رحت منتخب 19 وبعد كده رحت منتخب 19 رحت منتخب الاولمبي. الفترة ديت الكابتن انور سلامه مسك وكان الدوري فيه واقف بتاع حوالي شهر او شهرين، مدة طويلة اعتقد. مدة طويلة. طبعا انا جيت من المنتخب الاولمبي وكان الكابتن انور سلامه بقى عمل الفرقة تاني وعادل التشكيلة بتاعته وظبط وعمل فترة اعداد كويسة للعيبة اللي موجودة، وانا جيت اخش الفرقة فبيقول لي وانت متأيد مع عندنا؟ ما كانش يعرفك ساعتها. لا عرفني. بس قالك انت مش متأيد بس هو ما بيحبنيش. قلت لك انا لعبت الدور الاولاني كله. لعبت الدور الاولاني كله، على فكره كان في الناشئين كان يصعد وانا في كنت بتمرن فرقه كبيره وما كانش يرضى يصعدني. كان يصعد يعني لما كان بيجي مثلا هو كان ماسك فرقه 20 سنه، فرقه هاني رمزي وعبد الجليل وعادل عبد الرحمن. كان لما يجي يصعد لعيبه يصعد مثلا احمد يونس وتامر حفني مين الجيل اللي كان معاك كابتن جمال؟ كان مين اللعيبه اللي معاك في الجيل؟ الفرقه الاساسيه بتاعتك انا زي ما كنت انا مشير حنفي محمد يوسف تامر حفني كرم مرسي مين تاني يا ربي
الجيل ده استمر في التسعينات عمل بطولات كتير. ده الجيل ده كان ده بس الجيل ده كان في لعيبه كتير مش غالبا في سعيد العراقي وفي عصام صلاح وفي اسامه محمود. كل اللعيبه دي راحت لعبت لعبت فرق كبيره بالمصري شيبين القناه لعبوا عملوا. الناس اللي تأيدت في المرحله ديت كان كنت انا ومشير ويوسف وكرم مرسي ومحمد يوسف. طيب كواليس البطوله الافريقيه بقى، كاس الكؤوس الافريقيه عام 93 مباراه افريكا سبور، شاركت انت في معظم المباريات لكن ما كنتش موجود في النهائي. لا لا انت عارف المباريات كلها بتاعت افريقيا كلها غير دلوقتي. يعني دلوقتي ما شاء الله دلوقتي ملاعب كويسه قوي وامكانيات. احنا كنا بنروح افريقيا كنا بناخد الجبن معانا ومعلبات وما كانش في اكل ولا في فنادق ولا في اي حاجه. كنت تنزل الملعب تلاقي النجيل كده، عارف النجيل الكرات ده، عارف الكرات ان حته الكراته كده طالعه في الملعب. والله بكلمك جد وفحر وحاجات غريبه. لا ايامنا كان في مشقه فعلا في انك انت عشان تاخد بطوله. مش زي دلوقتي ما شاء الله الملاعب كلها وفنادق وامكانيات وكل ما تتخيله متاح. احنا كنا بنروح نلعب في ملاعب ما تعرفش تمشي فيها. مش متعرفش تلعب فيها يعني ممكن تحط رجليك كده، تحط رجليك في بير. ايه المباراه اللي ما تنساهاش في افريقيا؟ او مباراة لعبتها مع الاهلي خارج مصر كانت بالنسبه لك شايف ظروفها وطبيعه المباراه كل حاجه مختلفه بالنسبه لك لمباراه لا تنسى بمعنى صح؟ هي الفرقه اللي كنا بنلعب بساحل العاج في فريق من ساحل العاج. ونزلنا لقينا الملعب زي ما بقول لك كده، عارف انت اللي هو الكرات ده الملعب مش نجيله ملعب مش يعني نجيله ملعب، لا فحر كده. وكان كابتن شوبير واقف وساعتها اتغلبنا 3-0 وخرجنا من البطوله. ده مباراه ما تنساهاش كانت ظروفها كان رحنا لقينا كان في دم كده في الاوضه وفي حاجات مذبوحه وحاجات كده غريبه كده مش في الكوره يعني. كنت بتخافوا من الحاجات دي ولا كنت بتتاقلموا عليها وبتاخدوها بهزار؟ لا احنا هو فرقه النادي الاهلي احنا كنا متعودين على كل حاجه تمام. بس برضو خلي بالك انت لما تيجي تخش مثلا اوضه لبس وتلاقي دم مرمي في الاوضه وتخش ورا الجول تلاقي مش عارف كابتن احمد شوبير يلاقي مش عارف في ايه مرمي لا بتبقى طبعا بتخوفك. بس كانت بتدينا ان احنا برضو ان احنا جايين نلعب على بطوله مش جايين نخاف يعني. لكن هي طبعا بتخوف اي حد. الحاجات دي بتبقى مميزه غير مكان بيجي لنا عند الفندق ويفضلوا ضرب ورأس وشكاليل وما تنامش. لا افريقيا زمان غير دلوقتي خالص. يعني مفيش مقارنه. طيب حضرتك من الكباتن او من اكتر اللعيبه اللي فازت بكاس مصر، خدت 5 كاس مصر مع النادي الاهلي. اهم البطولات اللي خدتها او الماتش اللي انت تنساه في نهائي كاس مصر قبل كده؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك ده كنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع جون الفاول وايمن شوقي كملها تمام. الماتش ده كنا احنا كان لازم حد يكسب. وفرقه الزمالك ماسكه فرقه النادي الاهلي مقطعاها بلغة الكوره يعني مقطعاها بلغة الكوره. كان اسماعيل يوسف وايمن منصور واشرف قاسم واسماعيل يوسف وهشام يكن وكانت فرقه. وبعدين انا بين الطايمين كده فبكلم كابتن سامي عرابي بقول له كابتن احنا كده مش الماتش صعب. قال لي بص ربنا يستر. فنزلنا المباراه راح نادي الزمالك جاب جول بتاعت رضا عبد العال. كره كده رقص مش عارف محمد سعد وراح خبطت في واحد ودخلت. كان اول 10 دقايق. قعدنا بقى 35 دقيقه مش شايفين حاجه قدامنا. نادي الزمالك لكن الشوط الثاني كان حاجه ثانيه خالص. التايم الاولاني هنا وهنا واحنا طالعين 1-0 تمام. الشوط الثاني التايم الثاني بقى مفيش خلاص مفيش. النادي الاهلي مش مفيش. فانا بقول للكابتن اسامه ايه بقول له كابتن لان انا كنت بلعب ساعتها هاف ليفت. الماتش ده كنت بلعب هاف ليفت وكان اسامه عربي بقى باك ليفت وانا كنت قدامها هاف ليفت. فبقول له كابتن اسامه احنا يا رب الماتش يخرج كده. لو خرجنا 1-1 مش هنعرف نلعب بالنص ساعه الثانيه اللي هو اكسترا تايم. قال لي ربنا ان شاء الله. هو يعني احنا لو طلعنا 2-1 يبقى كويس. 2-1 نتغلب. مش نكسب. والله لازم بكلمك جد ده طيب. كل الكلام ده بايه في مش حكاوي لا في ثواني يعني بسرعه كده. كابتن الدنيا قال
ربنا يستر وما نلعبش ايه اكسترا تايم. اكسترا تايم تمام. الشوط الثاني بقى الاوفر جيم من ناحيه الكابتن اسامه عرابي. ما ده, ده انا بكلمك التايم الاولاني. انا دخلت بقى على التايم الثاني. التايم الثاني بقى ده اللي احنا ما شفناش فيه حاجه قدامنا. احنا جايبين جول التايم الاولاني اسامه عرابي عمل الاوفر لايمن شويه جول طلعنا 1-0 وكان الماتش بس جاي للفرقتين تمام. يعني ما تعرفش مين يكسب. التايم الثاني النادي الزمالك ماسك فرقه النادي الاهلي مقطعه كوره. فانا بكلم اسامه الكابتن اسامه عرابي بقول له يا كابتن لو قعدنا لو لعبنا اكسترا تايم لو فضل التايم ده لو اتعادلنا 1-1 ولعبنا شوطين هنتغلب 4-5 يبقى فكره برضه في اجهاد وفي تعب وفي في حاجات كتيره جدا. طيب حصل التعادل 1-1 ووصلتوا للكره الثابته اللي غيرت مجرى المباراه في اخر 5 دقائق. تمام. هي الكره ديت كنت انا بشوط الفاولات والكابتن طارق ابو زيد كان بيغير ونزل انا كنت هشوط الفاول فقال لي يا جمال انا هسيبها انا قلت له انت مش مسخن قال لي انا هجيبها جول. روح الفنانه الحمراء هي اللي كانت معنا الماتش ده انك حتى لو الـ 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 الناحيه الفنيه وعلى فكره نادي الزمالك كان واخد بطوله الدوري كان واخد بطوله الدوري في السنه ديت بس في التوقيت ده الاهلي كان عايز يفوز بالكاس. روح الفنانه الحمراء فرقت مع الجيل ده في التوقيت ده. طبعا ما احنا بنلعب على 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 بطوله وكان يهمنا جدا ان احنا ان نادي الزمالك ياخد بطوله الدوري واحنا ناخد بطوله الكاس. لكن انا بقول كلاعب كره في الملعب انا شايف ان نادي الزمالك كان راكم المباراه لكن طبعا احنا نروح الفانيلا الحمراء طبعا وان احنا عاوزين ناخد البطوله وان احنا عاوزين نطلع من الموسم واخدين بطوله طبعا بطولة. دي طبعا بتدي دافع ان احنا ناخد بطوله. تمام. بعد الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي رحت الاتحاد السكندري. تمام. مشوارك في الاتحاد السكندري انا شفت في الاحصائيه عدد اهداف كثير جدا 36 هدف. تمام. في مشوارك مع الاتحاد غيرت مركزك الضغوط قلت ايه الاختلاف؟ هي انا ما كملتلكش حته بتاعه الكابتن عمر السلامه لما جه وانا في منتخب الاولمبي وجي قال لي انت موجود معايا قلت له كابتن انا موجود انا عارف ان هو بيهرج فقال لي طب خلي بالك بقى انت مش هتلعب الا لما ايه الا لما بشوف بقى انت هتلعبها ازاي. ماشي. انا ما كنتش بيحبني فعلا فالكابتن عمر السلامه فضل يلعب بكل ما تتخيله. كنا ساعتها كان مايكل ايفر كان ساب الفرقه دي العاشر او التاسع في الدوري ما كانش في امل ولا بطوله ولا اي اللي انا بكلمك عليه اللي احنا خدنا فيها الكاس بتاع جون طارق ابو زيد ولاعب احمد سامي اللي هو ماسك النجوم دلوقتي ولاعب كل ما تتخيله وجاب من حد مفيش حد الا انا مفيش حد خالص لازم انا العب. احنا سافرنا اسكندريه وقال لكل الناس اللي موجوده في مراكزهم ووظيفاتهم يعملوا ايه في الملعب الا انا وجمال مساعد. نزلت طبعا كنت بقالي فتره ما بلعبش كان بعد كنت بلعب الدور الاولاني كله بقيت ما بلعبش تقسيمات مع كابتن انور ولا موجود ولا الكلام ده كله خالص وقاعد ما بعملش حاجه خالص. لقيته حاطيني ماتش الاتحاد في اسكندريه ما كنتش شايف قدامي. وانا خارج من اوضه اللبس لقيت كابتن طارق ابو زيد راح قال لي بص يا ابني انت كده كده هتمشي. كده كده ايه؟ ماشي خلاص. انت بقى اثبت ليه للناس دي كلها ان انت ما كنتش تقعد الفتره اللي فاتت دي وانت كنت بتلعب اساسي وكنت تحارب موجود على فرصة. وتحارب على فرصه راح جايب علاء مهوب كان علاء مهوب ساعتها بيلعب جنبي راح قال علاء مهوب بص يا علاء كل كوره اديها لجمال مساعد انت وعمر انور نزلت الطايم الثاني عملت كل ما تتخيله في الكوره جيت بعديها رحت لاعب بقى ايه اللي كان فاضل بتاع حوالي 3 ماتشات في الدوري رحت لعبهم كلهم وكاس مصر كله ده من اوله من اول دور 32 لحد النهائي لحد الفاينل لحد ما لعبت النهائي وانا لعب الماتشات كلها اساسي ما بخرجش من الملعب وبعد كده كملت السنه اللي بعديها ولعبنا وخدنا الكاس و يعني انا بوريك ان ممكن مدرب يبقى يجي يوقفك على رجليك ويلعبك وممكن تاني مدرب يعدك بس السنه الفكره عندك انت اللي تستغل السنه بقى اللي بعديها الكابتن انا بقى ايه الفرقه جهزت تاني وبدا اللي كان مصاب والفرقه اتلم زي ما النادي قال بيلم لعيبته لما يكون في مشاكل. جه قال لي بص يا جمال انت مش هتلعب الا ديفندر. غير مركزك. انا محتاج ديفندر. مش هتلعب الا ديفندر. ولا هتلعب ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين ولا يعني انت هتلعب ديفندر بس. فكان بيمرني ازاي العب ديفندر. وانا كانت كورتي كويسه انا كده من طبيعتي انا مهاجم بجيب جوان في قطاع الناشئين وبروح للجول وبعمل دبل باس والحمد لله. فقلت له يا كابتن خلاص العب
بقيت اجي الصبح معاه كان بيمرنني زي العب ديفند ورحت لعيبه وخلاص واشتغلت بكملت. وكمل لي جنبك في المركز ده كان ساعتها الكابتن بدر رجب موجود وكان كابتن علاء كان ساعات بيلعب ديفندر وكان هادي لما لعبت ديفندر رجع ورا لعب ليبرو وكان في كان في احمد حسين ديفندر برضو كان في كان في عدد كتير في الى ما انتقلت للاتحاد السكندري ولعبت مع سيوبو كير واحرزت 34 هدف واعتزلت في بدايه الالفيه الجديده عام 2000 واتجهت للمشوار التدريبي. تمام. حاليا بقى انا يمكن حتى كنت بتكلم معاك بتدرب فريق شويه ده في القسم الثالث في محافظه الفيوم. تمام. التدريب تحت شايفه ازاي ومراحل التدريب اللي خدتها كابتن جمال خلال الفتره الاخيره؟ انا بدات بعد ما لما النادي الاهلي عمل اكاديميه كره من 2006 كان وليد صلاح كلمني قال لي تعالى اشتغل معايا في تمسك معايا في الاكاديميه. اشتغلت معاه سنه وبعد كده سبت رحت مسكت فرقه ابو شويدي في الممتاز بيه مسكتهم اربع مواسم. لما حصل الثوره رحت راجع تاني مسكت في قطاع الناشئين فرقه 98 مسكتهم سنتين وبعد كده رجعت مسكت ممتاز بيه تاني من الحيط والسنه دي ماسك فرقه ابو شويدي. رجعت تاني ابو شويدي تاني برضه القسم الثالث والمولوع الممتاز بيه والقسم الثالث في الصعيد بيختلف عن القاهره يعني بيبقى في امكانيات قليله اللعيبه اللي موجوده الملاعب اللي موجوده في حاجات كتير. انا ماسك فرقه كانت طالعه من القسم الرابع ماشي بيهم كويس عامل نتائج كويسه فرق بيني وبين اللي كل سنه بيروح ترقي ويصعد ممتاز ممتاز بيه فرق بينه وبينه 6 بونت. التدريب في الممتاز بيه وفي القسم الثالث اصعب من الدوري الممتاز؟ طبعا. ازاي؟ لا انا في انا ماسك الفرقه في الممتاز بيه والدرجه الثانيه والثالثه انت بتعلم اللعيب كل حاجه. انت بتعلمه انا بعلم لعيب ازاي انا بعلم عندي لعيبه بعلمها ازاي تباص الكوره. تباص الكوره. لكن الممتاز الف والممتاز بيه ده انت بتجيب لعيبه ما بتعرف تقف وبتعرف تتحرك وبتعرف تلعب وبتعرف ولاعيبه عندها وعي كروي وازاي يفهم هو ايه بيلعب كره ازاي. لكن في الدرجه الثانيه والثالثه لا ما في اختلاف ده مش الممتاز ب او ممتاز الف ده الدرجه الثالثه في مصر هنا لو راحت لعبه ممتاز ب في الصعيد تصعد الدرجه الثالثه لو الدرجه الثالثه راحت الصعيد ممتاز بتسعد ممتاز الف لان فكر اللعيبه في الصعيد لا مختلف عن انت عارف الارياف غير الثقافه اللي هي الكرويه بتاعت اللعيبه اللي هنا اللي لعيب الكره صايعه بتعرف تلعب كوره لكن في الارياف لا في مشكه في التدريب انا بعمل كل حاجه يعني من حتى بتكلم في الاداره بتكلم في الاداري معايا بكلمه يبقى في حاجات بتبقى بتعدي بتكلم معاه لكن انا معايا مجلس اداره محترم ناس محترمين وعندي لعيبه كويسه كلها مؤدبين ومصليين وبتوع ربنا لكن انا ينقص اللعيبه ديت عندي الخبرات عندي كل اللعيبه اكتر واحد عنده مثلا بتاع 23 سنه وعندي لعيب انا هكلمك عليه دلوقتي عندي لعيب 2003 من ساعه ما مسكت الفرقه وهو بيلعب على طول اساسي وانا جوه القناه يا بكلم اهو كابتن فتحي مبروك لجنه الكره بتاعت النادي الاهلي انا كنت هكلم حد يعني انا بس انا مش مشغول في الماتشات ماتشات مضغوطه كنت هكلم حد بس انا كنت مستني ان انا الولد يشتغل معايا بس اعلمه ازاي وقفه الملعب وازاي يشتغل لان لسه 2003 وبيلعب فرقه كبيره لازم يتعلم شويه الولد ده يا جماعه يلعب في النادي الاهلي مستريح عنده 15 سنه 2003 وبيلعب معايا فرقه ايه فرقه كبيره فريق اول في القسم الثالث وعند القسم الثالث عندي في عارف في حرب والله حرب موضوع انتقالات اللعيبه والبيع والشراء انا بتكلم دلوقتي من هنا حد يجي يبص عليه طيب تمام قبل ما اطلع لتقرير عايز اسالك عن اسعد ليله عشتها في النادي الاهلي لا هي النادي الاهلي كلها النادي الاهلي بص النادي الاهلي كله احترام وادب واخلاق وبيت محترم والناس اللي فيه كلها محترمين وكل اللعيبه بتحب بعضيها حتى اللي بيجي من بره لو هو مش محترم بيبقى محترم غصب عنه يعني النادي الاهلي مش محتاج ان جمال مساعد يمجد فيه او يتكلم عليه لكن في اسعد ليله بالنسبه لك كانت في ماتش
يعني اسعد ليله اللي هي بطوله يعني هي كل البطولات اللي انا خدتها كنت بساعد فيها. لكن اسعد يوم اللي هو الماتش بتاع الزمالك والاهلي اللي احنا كنا نهاية كاس. فعلا نهائي الكاس ده لان ده كان كاس ضايع خالص. بتحكي ملحمه يا كابتن جمال. ايه بتحكي ملحمه. انا ده حقيقه فعلا. شوف انت لما لعيب كوره بيحكي حاجه من كام سنه من 93 من احنا دلوقتي 2018 25 سنة وانا لسه فاكرها. بقول لك اسامه عرابي والله العظيم كنت بكلمك بقول للكابتن اسامه عرابي الماتش ده يا رب يطلع كده. طيب دي يعني كانت اسعد ليله بالنسبه للكابتن جمال مساعد. لكن نخرج نشوف التقرير التالي. اسعد ليله للكابتن هشام حنفي احد نجوم النادي الاهلي. ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. اهلا بكم من جديد والحديث متواصل مع كابتن جمال مساعد. كابتن جمال واحنا بنتكلم حتى على مشوارك برضه بطوله عربيه لعبت مع الاهلي بطوله عربيه. تمام. كواليس البطوله العربيه والبطوله والاهلي لعب بالبطوله دي ازاي؟ هي كنت عارف البطولات اللي هي العربيه بتبقى فيها بتبقى اقوى من بطوله افريقيا. بتبقى اقوى من بطوله افريقيا. في الفتره دي في التسعينات. لا ودلوقتي. ودلوقتي. دلوقتي هي انت الخليج كله ما بيحبش النادي الاهلي يكسب. بتبقى حتى المنتخبات لما كنا نروح نلعب منتخبات برضه بتبقى في مشاكل برضو بالنسبه لل لا هو مش كده. هي الفكره بس ايه منافسه كوره. لكن عايز اقول لك شعبيه الاهلي في الوطن العربي كبيره جدا. لا انا بتكلمش بتكلم ككوره جوه الملعب. انا بتكلم لا انا بتكلم ان بيبقى منافسه بتبقى يعني مثلا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا في قوه وفي لكن في الخليج بيبقى في شراسه وفي نوع من الغل شويه اللي هو يعني زي الشمال الافريقي المنافسه شمال افريقيا وكده. تمام. طيب البطوله دي البطوله العربيه كانت سنه كام واتلعبت اتنظمت في مصر ولا كانت بره مصر؟ لا كانت موجوده في مصر البطوله. كانت في مصر. ولعبت برده بطوله عربيه برده في مع الاتحاد السكندري وخدنا فيها تاني. طيب عايز انتقل بقى لمشوار الدوري العام السنه دي والاهلي باذن الله ابتداء من يوم الثلاث الجاي هيبدا خلاص بقى المشوار المحلي وعنده عدد من المباريات المؤجله. تمام. بدءا من الفتره القادمه شايف المشوار المحلي ازاي والمباريات المؤجله ومدى اهميتها بالنسبه للاهلي في التوقيت الحالي؟ هي بس قبل ما اخش على البطوله المحليه عاوز بس اتكلم في حته الفتره اللي فاتت دي. يعني الراجل اللي كان موجود كابتنون موجود على ان راجل وصل نهائي وعندنا غيابات كتير وانا مش من حته ان انا اكبر واخلي الدنيا تتقلب ان النادي الاهلي ضاعت منه بطوله او بطولتين. لا النادي الاهلي بياخد بطولات على طول واحنا متعودين بس الجمهور متعود ان هو ياخد بطولات على طول. لكن انا بطمن الجمهور ان ايه المشكله من النادي الاهلي يضيع منه بطوله افريقيا. هو على حسب بس ان الجمهور دايما شايف ان الاهلي دايما في المطلع. لا ما انت ما فيش حد هيفضل يكسب على طول. ما فيش حد هيفضل طول العمر ياخد بطولات. يعني الجمهور دايما عايزك تكسب وعايزك في المركز الاول ودي طبيعته. انت عندك دلوقتي هو عاوزك تاخد بطوله. تمام. انت دلوقتي ايه اللي حصل للبطوله؟ انت لاعب نهائي. هو انت طالع من دور ال 16 ولا من دور ولا اي ادوار؟ انت لاعب نهائي يعني وصل نهائي يعني معنى كده ان الجهاز اللي كان موجود جهاز شغال كويس. انا معاك ان الجهاز اشتغل وعمل كل حاجه بس انت ايه لكن انت مطالب انك انت هتاخد بطوله. انت مطالب الجمهور عايز بطوله. تمام. لكن انت في نفس الوقت بتحاول تجتهد وبتوصل لان انت دايما في كلمه يعني ثابته في النادي الاهلي المركز الثاني زي المركز الاخير. تمام. فعشان كده الجمهور بيبقى عايز تكسب البطولات وعايزك تتواجد دايما في المركز الاول تكسب بطوله عربيه بطوله افريقيه دوري. انت ممكن تكسب دوري ويخلص ثاني يوم يفكر معاك في الكاس. تمام. هو ده النادي الاهلي بيلعب بيلعب 7 بطولات او 8 بطولات بالزبط. بيبقى بيلعب على ال8 بطولات ان هو ياخده. بالظبط. لكن بالنسبه للجهاز شايف ان الجهاز ادى بشكل كويس وصل لنهائي افريقيا لولا الظروف اللي كانت محيطه حواليه من اصابات وغيابات اثرت بشكل تمام ليه. تمام. انت لو كنت كسبان هي 3-1 طب لو انت رحت اتغلبت 1 أو 2 وعديت وخدت البطوله كان ايه اللي هيحصل؟ كان في حاجه تحصل من الكلام ده؟ لا هو طبعا الجمهور كان خلاص انت كسبت البطوله خلاص ولا كان في اي حاجه تتكلم بس هو الجمهور عاوز بطوله وخلاص. هي طبيعه كره القدم كده. هي دي طبيعه كره القدم وهي دي المشكله اللي بتقابل اي لعيب يخش النادي الاهلي. اللعيب اللي يخش النادي الاهلي يا جماعه انت داخل تاخد بطولات بس. يعني انت جاي النادي الاهلي مش جاي النادي الاهلي عشان تاخد فلوس وعشان انت تبقى متواجد بس. لا انت هتبقى مشكله بالنسبه لك. اي لعيب يخش النادي الاهلي ده معروف ان جاي ياخد بطولات بس ولا يلعب على مركز ثاني ولا ثالث ولا اي حاجه هي بطوله بس. طيب اللي حصل بقى في الفتره الاخيره مدى تاثيره الفتره القادمه وانت عندك دوري عام شايف الفتره القادمه بالنسبه للاهلي ازاي؟ لا مش ما فيش خلاص هو الموضوع اتلم محمد يوسف تولى كمدير فني مؤقت. النادي الاهلي خلاص بيقفل الصفحه الاولانيه بتتعدي بتخش بعديها خلاص كده اتقفلت كل حاجه دخلنا في بطوله الدوري.
طبعا محمد يوسف هيعد طبعا اللعيبه دي نفسيا وبدنيا وفنيا وان شاء الله نمشي في الدوري كويس ان شاء الله. هي هتبقى برضه في حته مشكله بس اللي هي التاجيلات اللي هي الكتيره اللي هي بتبقى نادي الزمالك انت لاعب ست انت لاعب النادي الاهلي لعب ست مباريات ونادي الزمالك ماشي اول بتبقى مشكله انك انت غير ما تلعب ماتش بماتشو يعني الزمالك يلعب النهارده تلعب النهارده يبقى في فرق بنقط قليله لكن لما يكون في فرق النادي الاهلي لعب ست مباريات وفاضل له مثلا سبع مباريات مؤجلين او ثمانيه بتبقى في مشكله يبقى النادي الاهلي مطالب ان انا لازم كل ماتش لازم اكسبه عشان اوصل اكنه ماتش كاس اكنه ماتش كاس ما انت غير بتلعب مضغوط حصل لنا الكلام ده في البطوله دي كان في ماتشين مؤجلين والاول ماشي كويس ومستني وخلاص فرق ستة بونت وانا اكسب الماتشين دول ابقى زيه فوقعته لكن طبعا النادي الاهلي عارفين هما بيشتغلوا ازاي هي بتبقى في شد عصبي لكن اللعيبه اللي موجوده دي لعيبه نادي الاهلي وعارفه ان انا بلعب الماتش النهارده والماتش اللي بعديه عشان العب اكسب مشكره عشان ابقى اول الدوري. طيب ماتش المقاولين العربي ان شاء الله يوم الثلاث الجاي الساعه 7 على استاد السلام ودي مباراه في الجوله 16 شايف هذه المباراه ممكن تكون انطلاقه جيده للمشوار المحلي دفعه معنويه قويه ولا ضغط المباريات ممكن مع عدد المباريات الجهاز الفني ليه تعامل نفسي لكل مباراه على حده؟ لا زي ما بقول لحضرتك ان النادي الاهلي ما المباراه بتخلص النهارده بيفكر في النهارده يعني هي المباراه دلوقتي خلصت دلوقتي مش هيفكر بكره لا بيفكر النهارده المباراه اللي جايه عامله ازاي. اكيد محمد يوسف طبعا مدرب كويس هو صاحبي ولعبنا انا وهو فتره طويله مع بعض وانا عارف ان هو بيفكر ازاي هو مدرب كويس هو مدير فني كويس هو مسك النادي الاهلي قبل كده وخد بيهم دوري عام وكان اول مره يمسك لوحده خد بطوله افريقيا عام 2013 وكان مساعد مع الكابتن حسام 2012 وخد بطوله افريقيا لا انا بتكلم لوحده انا بتكلم ان هو مدير فني 2013 كان بطل افريقيا محمود فرح فهو مدرب كويس وهيقدر يعد اللعيبه كويس ويبقى موجود معاهم نفسيا وزي ما بقول لحضرتك ان هو محمد يوسف قفل صفحه افريقيا وقفل الصفحه ديت وخلاص مفيش كلام تاني ولا حتى هو بيفكر ان هو مدرب مؤقت ولا مدرب هيجي مدرب تاني هو خلاص هو لغى الصفحه ديت من دماغه خالص وهو بيبص كمدير فني دلوقتي ان ياخد بطوله الدوري العام. السبع مباريات من 27 نوفمبر حتى 30 ديسمبر مباريات حاسمه تحسم شكل المنافسه السنه دي؟ طبعا بمعنى ان الوقت قليل انا برضو عندي حته تحفظ في حته ان ولا لسه الدوري طويل لا بص اقول لحضرتك حاجه نادي الزمالك ماشي كويس قوي يعني بيكسب كويس في استقرار فني في استقرار اداري النادي الاهلي نفس الكلام عنده استقرار فني دلوقتي واستقرار اداري وقبل كده حتى لو النادي الاهلي ما خدش بطوله افريقيا وما خدش كاس وما خدش اي حاجه خالص فالنادي الاهلي على طول عنده استقرار اداري بيلم بسرعه وفني على طول يعني هي خلاص انا بقول لك بعد 24 خلاص من ساعه ما خدوا قرار بمحمد كده الموضوع اتقفل وصفحه جديده ازاي ناخد البطوله دي ازاي نلعب بالشكل ده حته ان انا سبع مباريات او ثمان مباريات او 10 مباريات يحددوا الجدول بيحددوه على حسب المنافس بتاعك. يعني انت مثلا في سبع مباريات وقعت فيه. طب خلاص يعني مثلا وقعت لك في ماتشين ثلاثه اربعه. ها خلاص كده ممكن يبقى في مشكله بالنسبه لك. لكن لو النادي الزمالك خد الست سبع مباريات بتوعه بقى هو اول بقى هنا في ايه؟ في منافسه ولا ولسه الدوري لاخر مباراه يبقى لسه موجود في الملعب. لسه موجود الماتشات لسه الدوري في الملعب طبعا طيب الاهلي هيلعب من 27 نوفمبر ل 30 ديسمبر سبع مباريات الزمالك في الفتره دي مش هيلعب غير مباراتين في الدوري العام مبدا تكافؤ الفرص ازاي يا كابتن جمال في ظل ان بعض الاصوات طلعت انك اصل انت هتلعب في يناير عندك مباريات مؤجله هتستفيد بصفقات يناير ما هو نفس الامر حتى لجنه المسابقات خدت بنفس المقياس للفرق الاخرى المنافسه وفضلت فضلت ان هي حتى الفرق دي ما تلعبش في شهر 12 يعني الزمالك مش هيلعب في شهر 12 الا مباراه واحده في المشوار المحلي مبدا تكافؤ الفرص شايفه ازاي وده ممكن ياثر على ترتيب المسابقه او جدول المسابقه في الفتره الجايه لا هو كده خلاص انت كده ما هو انت كنت بتلعب في افريقيا وبطوله عربيه وماتشات مؤجلات كتير فانت خلاص انت لازم هتلعبهم امتى بس هو الفكره مش عشان يلاعب المنافس مباريات قويه في شهر ديسمبر والاهلي هيبقى لسه ليه اربع خمس مباريات مؤجله في يناير فاجل للزمالك كمان اربع خمس مباريات في شهر يناير ليه بقى هي ليها حسبه ثانيه لكن انا بالنسبه لي انا ك ك
كفرقه النادي الاهلي ما بيفرقش معايا الست سبع مباريات اللي انا كنت لسه هكملها لك قبل ما انقل للنقطه ديت، ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير. يعني كل الناس لما يحصل عمليه استشفاء للناس اللي هي المصابه، النادي الاهلي يلعب كل يوم ماتش، مفيش مشكله. انا مش عايز بس يبقى فيه بس يقول لك ايه اصل انا اللعيب ده ما لعبش وعندي اتنين غايبين وتلاته غايبين والكلام ده، لا ده النادي الاهلي المفروض ان كل الناس اللي متواجده جوه داخل الفريق يبقى كلهم على مستوى بطوله. يعني ما ينفعش انا النادي الاهلي ان اجي النهارده اقول انا غايب عندي اتنين تلاته فموقفين الفرقه، رغم ان في الكوره بتقول ان ممكن انا عندي مركز يعمل لي مشكله. طيب مين اكتر فريق لفت انتباهك في الدوري السنه دي يا كابتن جمال؟ الزمالك. شايف الحاله اللي هو فيها في التوقيت الحالي ماشي بشكل كويس؟ انا بتكلم فنيا وبدنيا ونتائج. الفرقه الثانيه اللي هي موجوده في الترتيب، يعني مثلا المصري تقريبا مش عارف ال 14 15، عندك الاسماعيلي واقع، عندك الاتحاد السادس دلوقتي، عندك في كام فرقه. لكن هتبص لها الدور الثاني هتبص لها كل الكلام ده تعدي. الفرقه اللي هي عندها 23 بونت و22 بونت و21 بونت الكلام ده كله مش هيستمر كتير. هو اول ما النادي الاهلي يكسب له 6 7 مرات بطوله هبص لها الدنيا رجعت تاني كما كان. قالوا زمالك مصر اسماعيلي. المنافسه شايفها ازاي السنه دي؟ في ظل ان في الاهلي لعب 6 مباريات، ليه 7 مباريات مؤجله، الزمالك هيكون عنده مباراه مؤجله تتلعب في يناير، بيراميدز ايضا هيبقى ليه حوالي مباراتين او ثلاثه هيتلعبوا ابتداء من يناير. شايف المنافسه ازاي في ظل ان المنافسه بين الاهلي زمالك بيراميدز المقصه يعني جاي من ورا شويه 23 نقطه، الانتاج الحربي برده جاي خطوه خطوه. مفيش حد وهي الكره اللي بتقول كده والنتائج والتاريخ. كل مره بتيجي فرقه تفضل شغاله الدور الاولاني كله لحد ما يبدا النادي الاهلي يستعيد امكانياته تاني ويلعب الماتشات والتاجيلات اللي هي موجوده يلعبها كلها ويكسبها. بص لها كل الجدول ده رجع كما كان تاني. اهلي زمالك شايفها محصوره بين الاهلي والزمالك بس مفيش. انا ما بقللش من حد، لكن هي دي احنا كنا بنلعب كان نادي الزمالك بقى فرق 13 بونت ونعدل البناط وناخد البطوله. فنادي الزمالك اللي هو كان المنافس كان بياخد منك بطولات، فبالك انت الفرق الثانيه اللي هي موجوده لا مش هتبقى مفيش. هو قالوا زمالك. طب ايه اكتر السلبيات اللي شفتها السنه دي في الدوري المصري؟ الحكام. النتائج بتتاثر بسبب الحكام. حاجات غريبه. ضربات جزاء صحيحه 100% باينه ما فيهاش اي مشاكل. اوفسايدات موجوده، حاجات كتيره. لا الحكام دول هو رقم واحد الاساس اللي بينجح الفرقه. الحكم. لا السنه دي الحكام انا عن نفسي مش راضي عن التحكيم المصري. شايف الحكام كمان كان لهم دور في التاثير على شكل الجدول بالذات في المقدمه؟ لا 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 لا، هي في اخطاء. يعني في اخطاء ممكن تضيع منك 3 بونت، لكن هي مش دايما مع فرق كتير. يعني ممكن مثلا انا النهارده مثلا في ضربه جزاء تتحسب تغير المباراه، لكن هي مش دايما على طول مع فرق. هي بتبقى اخطاء متداوله على المدى البعيد. طيب لكن انا بتكلم ليه على الحكام؟ الحاجه الوحشه الوحيده اللي في الدوري ان الحكم في حاجات ضربات جزاء صحيحه 100% واضحه اي حد يحسبها، وضربات جزاء ثانيه يعني في ضربه جزاء تيجي في ايد واحد تتحسب مع واحد تاني ما تحسبش. المعيار القرار نفسه مختلف. انت عارف انا عندي حل للموضوع ده؟ والله بكلمك كده. ازاي بقى؟ بص، مفيش حاجه اسمها تقدير للحكم. انت كل مره يقول لك اصل ايده ثابته، اصل ما حركش دراعه، اصل الكره متشاطه وهي اللي جت في ايديه. صح؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ مظبوط. والحكم مديله التقدير. انا بقول بقى ايه؟ ان اي كوره لو الواحد نام على الارض وجت في ايه؟ ضربه جزاء. انت عايز تحط معيار ثابت؟ خلاص، ما عشان ما فيش حد يتكلم فيها. طالما لو الراجل عامل كده والكره جت في ايديه ضربه جزاء، لو مسكها ضربه جزاء، لو هو واقع على الارض ضربه جزاء. كده انا بعمل ايه؟ ما بديش تحديد للحكم يحدد رؤيته جوه الملعب يقول ايه. هو خلاص انت واخد قرار جت في ايديه وهو واقع ضربه جزاء، لما اسحب ضربه جزاء اي حاجه ضربه جزاء
عموما في تعديلات كده همنعها خالص، في تعديلات هتتم على قانون اللعب ان شاء الله خلال الفتره القادمه عشان يتطبق باذن الله التعديلات دي ابتداء من شهر يونيو عام 2019. يعني مثلا ضربه المرمى لو الحارس سددها ممكن اللاعب الفريق يستلمها داخل المنطقه، ضربات الجزاء في بعض الحالات هيتغير المعيار فيها. يعني ضربه المرمى اللاعب بتاعه ياخدها منه من جوه ضربه جوه 18 يعني. اه بالظبط كده، فيحصل تعديلات. طيب اخر حاجه، اخر سؤال لكابتن جمال، مين اكتر لاعب لفت انتباهك في الدوري السنه دي؟ احسن لاعب كيمو اللي هو بتاع البرازيلي ده، ده احسن واحد. كينو؟ اه كينو اللاعب البرازيلي. كينو دوت بدنيا كويس قوي، بدنيا كويس وفنيا كويس. مهم جدا انك انت اللاعب الكويس اللي انت بتختاره تقول ده لعيب كويس، ان يعرف يقف في الملعب، امتى يرقص، اتجاه الترقيص في اي مكان، امتى يشوت، امتى يعمل الباص. دي الحاجات اللي هي الفنيه اللي احنا كلاعب الكوره بنحسها في اللعيب اللي احنا بنختاره، اللي هو ده ان هو ده يبقى احسن لعيب النهارده او احسن لعيب السنه دي او احسن لعيب الدور الاولاني. شايف هو افضل لعيب السنه دي في الدوري حتى هذه اللحظه؟ احسن لعيب. اه تمام. كابتن جمال مساعد لو في كلمه اخيره تحب تقولها. بكلم جمهور النادي الاهلي، انا عارف ان انتوا زعلانين ان في بطوله افريقيا راحت مننا، احنا خدنا بطولات كتيره ولسه في بطولات جايه كتير ان شاء الله. وبطمن الجمهور على محمد يوسف، ياخد فرصته كويس قوي وما تقلقوش، والفرقه ان شاء الله هتبقى موجوده ان شاء الله وناخد الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن جمال مساعد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا والحمد لله على السلامه. بقى شفناك بعد فتره من الغياب، ربنا يخليك. انا سعيد ان اكون معاك وفي قناه النادي الاهلي بيت الاول. شكرا لك كابتن جمال. كانت فقره حواريه مع كابتن جمال مساعد احد لاعبي جيل التسعينات، واتكلم عن مشواره داخل قطاع الناشئين والفريق الاول ثم انتقاله للاتحاد السكندري والتدريب خلال الفتره الحاليه. لكن في ختام هذه الفقره اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفقره كره القدم العالميه واحداث كثيره في الدوريات الاوروبيه.